مع استاذ سحر. تفضل يا استاذ سحر. استاذ سحر احمد. جميل يا انت عارفه ان دي انا لوحه انا هاخد منها موتيفات كده صغيره. انا انا مش فنانه تشكيليه لكن بحب الفن التشكيلي وبحس انه بيخدمني في الشعر. فانا هاخد منها وانا بشكرك الاول. انا بعمل ديوان دلوقتي اسمه الشيله فن واو. هاخد منها للديوان. تسمحي لي؟ انا يعني تسمحي لي؟ ايوه هعملها غلاف للديوان. يسعدني الشيله بس وحاجتك طبعا الفنانه التشكيليه. الديوان عبوبه كانت عامله الشغل الديوان بتاعه شغل الغلاف بنت اخويا بسمه. هي خريجه كليه اداب قسم تاريخ بس غاويه فن. فعملتهولي فعلا تراث فن في عبوبه ده. فالنهارده بنتي سحر هتعمل الديوان. ليا حظ على فكره في الشغل الصعيدي قوي يعني. قوي ربنا يخليك. جدا يعني. جدا شكرا. اشكرك قوي قوي. ناس سعيده ودايما في كلها جايه احسن واحسن يا رب. ويجعل ايامكم احسن من ايامنا. ربنا يخليك. امين. الف شكر.